تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الأخضر الناشئ يغازل لقب الخليج عبر نهائي قطر وشركات خارجية. تقتحم الرياضة السعودية بصراع التنافس على رعاية الاتحاد وكنيدا. يجهز النمور لجوانزو بالأرضيات المبتلة. الشهراني والعابد يثيران مخاوف الهلال قبل رد الدين لأولسان. وياسر القحطاني يتوعد الكوريين باقتحام قائمة الهدافين. عبد الله القحطاني يكشف أخطاء حكام زين والمراسلون الرياضيون يتحدثون عن معاناتهم في الميدان. هذه عناوين الحلقة، نبدأ بأخبار شوت. كشفت مصادر برنامج كورة أن شركتين طيران قطرية وإماراتية إلى جانب شركة إسبانية دخلت في المنافسة بشأن رعاية نادي الاتحاد بعد انتهاء عقد رعاية شركة الاتصالات السعودية في نهاية الموسم الرياضي الحالي. وقدمت هذه الشركات مبالغ كبيرة رغبة منها لرعاية الفريق بما لا يقل عن 150 مليون ريال في السنة الواحدة. ويقود هذه المفاوضات عضو شرف اتحادي بسرية تامة لعدم الدخول في إشكاليات قانونية مع شركة الاتصالات السعودية للنادي في الوقت الراهن، والتي سوف تستمر مع ناديين جماهيريين على أن تضاعف القيمة المالية التي تقدم كل سنة لهذان الناديين. تحوم الشكوك حول إمكانية لاعبي الهلال الثنائي نواف العابد وزميله ياسر الشهراني في المشاركة مع الفريق في اللقاء المقبل، حيث واصلا برنامجهما العلاجيين في العيادة الطبية للنادي. وعلى صعيد متصل، أغلق المدير الفني للفريق الفرنسي كومباريك تدريباته اليوم ومنع وسائل الإعلام والجمهور من التواجد في مدرجات النادي تأهبا للقاء الإياب أمام أولسان الكوري الجنوبي يوم الأربعاء القادم في دوري ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للأندية. وأجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريبات والتي جاءت في مجملها لياقية وتكتيكية. اختتمها الجهاز الفني بتنفيذ الركلات الثابتة من خارج منطقة الجزاء. يشار إلى ميران يوم غد الاثنين سيقام عند الساعة 6:15 مساء على أن يحاط بالسرية التامة أمام الجماهير ووسائل الإعلام فيما عدا الربع ساعة الأولى من الميران والمتاح لوسائل الإعلام برصد وقائعها بحسب ما تنص عليه أنظمة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم. طالب مدرب الفريق الأسباني كانيدا رش أرضية الملعب بالمياه في ميران اليوم خشية هطول الأمطار في مواجهة الإياب ضد غوانزو الصيني في دوري الربع النهائي لدوري أبطال أسيا للأندية. وأقام التدريب على أرضية مبتلة بالمياه لتأقلم اللاعبين باللعب وسط الأجواء الممطرة بمشاركة جميع اللاعبين إلى جانب المدافع أسامة المولد بعد تعرضه لإصابة خفيفة في ميران سابق لم تمنعه من المشاركة مع زملائه في تدريبات اليوم. وعلى صعيد متصل، سيعقد الأسباني كانيدا مؤتمرا صحفيا غدا إلى جانب مدرب غوانزو الصيني الإيطالي ليبي للحديث عن استعدادات فريقيهما في نزال الثلاثاء المقبل. أصدرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تكاليف أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات الجولة التاسعة من دوري زين السعودي للمحترفين، حيث ستكون مواجهة الشباب والنصر بقيادة الحكم عبد الرحمن العمري، فيما سيقود خليل جلال لقاء الوحدة والهلال، وستحضر صافرة الحكم فهد المرداسي في مباراة الاتفاق وهجر، على أن يحضر الحكم تركي الخضير في لقاء نجران والأهلي، وفي لقاء الرائد والشعلة سيكون بصافرة عباس إبراهيم، وأخيرا سيقود مباراة الفيصلي مع الفتح الحكم حسين الستري. وعلى صعيد متصل، حددت لجنة الحكام الرئيسية اجتماع الشهر الثاني يوم 23 من الشهر الجاري لمناقشة أخطاء الجولات الأربع الماضية، وذلك في قاعة الأمير فيصل بن فهد في المجمع الأولمبي. يخوض المنتخب السعودي للناشئين النزال الأخير على نهائي كأس الخليج للناشئين والمقام حاليا بالكويت أمام منتخب قطر للناشئين، وذلك عند الساعة 7 مساء على ملعب علي صباح السالم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله القحطاني المحلل التحكيمي لبرنامج كورة. مساء الخير يا كابتن. الله يمسيك بالنور، وسعيد بتواجدي معك ومع الأستاذ عبد الله. بس حاول اليوم تفرق تكفى عبد الله عشان ما نبلش. لا احنا بنشوف عبد الله الفرج كاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف بصحيفة اليوم. مساء الخير عبد الله. مساء الله بالخير، أهلا فيك والسادة المشاهدين والزميل عبد الله. أهلا وسهلا، كم عندك لقطة اليوم؟
والله خفضنا اليوم عشان يعني حوالي 13 لقطة. طبعا في جزء خاص مستذكر المشاهدين وفي جزء خاص حيكون الأستاذ عبد الله القحطاني يستعرض في أبرز لقطات التحكيمية للجولة الماضية باختياره، يعني إذا في لقطات فوتها تحاسبوه. طيب نبدأ بأخبار شوت. في مصادر برنامج كرة كشفت أنه في شركتين طيران قطرية وإماراتية إلى جانب شركة إسبانية مش طيران تنوي الدخول في رعاية نادي الاتحاد في الموسم القادم، وأنها يعني الأحاديث مش مع الإدارة الاتحادية، الإدارة الاتحادية لسه ما عندها أي خبر بالموضوع، بس أنه في أحد أعضاء شرف نادي الاتحاد يجهز مثل هالموضوع، لأنه كلنا نعرف أنه ما يقدر أي نادي يفاوض أي شركة وعقده ساري مع شركة، لكن في أحد أعضاء الشرف يعني بمبادرة شخصية منه له أحاديث مع بعض الشركات الطيران. إن نجحت هذه الخطوة وصار في شركة طيران خليجية تدخل في الدوري السعودي، هل هذا ينبئ بأنه في صراع رعاية راح يكون في المواسم القادمة في الكرة السعودية؟ والله لو جينا الحقيقة طبعا الكرة السعودية أرض خصبة في شتى النواحي، من ضمنها الجوانب الاستثمارية في الأندية، ولكن ما يمنع يعني أنا لاحظ الأندية أنها ترمي على قولتهم بيضها كلها في سلة واحدة، ما في مانع أن النادي يكون عنده أكثر من راعي حسب التصنيفات اللي راح تلاقي راعي ماسي وراعي ذهبي وزي كذا، ويكون في دخل للأندية أكبر، خصوصا إذا ما جت شركة يعني تعطيك العقد المغري، يعني ما في مانع أنه يكون فيه يعني عدة استثمارات داخل النادي كل حسب وضعه، يعني في مثلا عن طريق الدعاية المباشرة أو غير المباشرة مثلا أو عن طريق الإعلان على ملابس الفريق أو عن طريق النادي، فيكون المداخيل متعددة في النادي أفضل. أضف إلى ذلك أنه يعني عشان ما تخسر الراعي، يعني لأنه ذا الحين مثلا لو قلنا الشركة سين ما تبي ترى على الاتحاد الحين، خلاص يعني كل أموره وكل توجهاته صارت أمام ذا الشركة، يبغى له يعيد علاقاته ويعيد صياغتها مع شركة أم ترعى النادي ككل، فلو كان عنده أكثر من خيار الاتحاد أو أي نادي ثاني كان على الأقل في مأمن أنه ما الكل راح يفض عقده في وقت واحد. عبد الله، والله بالنسبة لشركة الطيران الأجنبية طبعا أنا أتذكر أني سبق التقيت مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم وطرحت عليه سؤال انه صح اذكر الموضوع تكلم فيه معانا مره. اي نعم، انه ليه الخطوط السعوديه ما يكون لها مبادره يعني استثماريه في الانديه من انها تقدم دعم للانديه وتستفيد من خلال الاعلانات، فكان جوابه يعني انه شركات الطيران او الخطوط السعوديه ما تستهدف شريحة الشباب مثل الهواتف مثل النقالة، يعني انه الجوالات او الشركات الاتصالات يعني اللي يستخدمها الشباب اكثر من غيرهم. لكن الحين مثلا خبر مثل هذا خلينا نقول انه احنا ما ندري عن مصداقيته عن جديته. الخطوط السعودية ما تستهدف الشباب، يعني يقول انها تستهدف جميع الشرائح اللي بس مش مركز على الشباب، يعني انها الشباب 65% من المجتمع السعودي، يعني اللي يبغى يربح يستهدف الشباب، يعني هو يقول انه يركب طائره مقعدها للصغير والطفل والرضيع والكبير والتليفون، يعني قبل مين التليفون، هو يقول انه غالب الشباب عشان كذا يعني يبرر شركات الاتصالات مستهدف. شوف احنا ما نبغى نصير فروتانا، امس زميلنا علي العلياني شوي كذا فتح خلينا نقول الحوار عن الخطوط السعوديه ونطلع احنا في كورنت كان الخطوط السعوديه، لا خلي يكفي اللي صار مع علي امس وخلاص. لا هو على كل حال شوف طبعا هل الخبر هذا الان في عروض واضحه من هذه الشركات او لا؟ احنا ترى من فتره من اكثر من شوف يمكن هذول يمكن هالشركتين تستهدف الشباب. اي سمعنا ان الهلال قبل سنه او اكثر من او سنتين تقريبا طرح في الاعلام انه في شركه اماراتيه، شركه طيران اماراتيه قدمت عرض، بس ما صار. ما في مشكله. الموضوع الثاني خبر يعني برضه في الاتحاد، اليوم كل اخبار مهمه بس في خبرين رئيسيين في الاتحاد. عبد الله ابدا معك في هذا الخبر الفرج. طبعا مدرب الاتحاد طالب برش ارضيه الملعب بالمياه في ميران اليوم خشيه هطول الامطار في مواجهه الاياب ضد جوانزو الصيني. تمرين قال لهم عبوا الملعب مويه وخلي اللاعبين يتمرنوا. شوف طبعا الاتحاد
يمكن إذا جل الفرق الآسيوية أو أي فريق يعني خارج المنطقة العربية أو منطقة الخليج جاء عندنا هنا، الأجواء طبعا تكون حارة ورطوبة عالية في جدة، فيستفيد منها الفريق السعودي أو الفريق الخليجي. نفس الحكاية، فهم أحيانا يقيمون معسكراتهم في مناطق قريبة علشان الاعتياد. الآن المدرب مدرب الاتحاد أنت تعرف أنه متقدم بفارق هدفين في الذهاب، ويخشى أنه الأجواء أيضا يعني تكون ماطرة في يوم المباراة. صحيح، لأنه يبغى يعتاد، لأنك تتمرن في أرض ماطرة بيكون أدائك أعلى إذا كان الجو جيد. عبد الله، والله طبعا أنا أعتبرها مجازفة أنك ترش قبل مباراة واحدة. مفترض على أجواء زي كذا يكون في تدريب مسبق، لأنه من المستحيل أني أحصل على جرعة كافية من التدريب في تمرين أو تمرين قبل المباراة. مفترض بما أنه عرف أنه مباراته راح تكون في كوريا سوري في الصين وراح الأجواء، ترى خبر جانا اليوم يمكن هو من كم يوم يسويها، بس احنا تونا أنا أقول أن مفترض أنه بدأ حتى من جدة التعود على مثل هالأجواء، لأن فيها من الخطورة. يمكن اللاعب يعني جازف في هالوقت مثلا بتدخل خاطئ أو زي كذا، ونخسر لاعب في وقت مو هو وقته على قولتهم. فالمفترض أنه بادي فيها العملية من انتهاء المباراة الأولى طبعا. والله أنا يمكن انه صار يعني احنا ما ندري يا رب. انا والله اتخيل بس شكل الحلقه اللي راح نقدمها لما يكون عندنا ثلاث انديه سعوديه في نصف نهائي كاس اسيا، يعني انا متاكد بتكون من الحلقات اللي الواحد كذا يطلع فيها مبسوط وعلى قولة الاستاذ محمد القدادي منتفخ من الفرح والسعاده انه عندنا ثلاث انديه سعوديه في نصف نهائي اسيا. ياسر القحطاني، كنا نعرف انه ياسر القحطاني الموسم الماضي راح العين، وانه عودته هالموسم في ناس كانت تقول ياسر راح يرجع المستوى، في ناس يقول ياسر القحطاني ما حيرجع المستوى، في ناس قالت انه دكه الاحتياط راح تاثر على نفسيه ياسر القحطاني بحكم كل هالنجوميه اللي فيها ياسر القحطاني. لكن ما بالعكس، يعني في كل مباراه ينزل ياسر يشكل علامه فارقه داخل الفريق، يقدم مباراه جيده، والان هو ينافس على صداره الهدافين، وهو لاعب مش اساسي في كل المباريات. التقرير التالي يتحدث عن الكابتن ياسر القحطاني. يغيب أو يحضر، يسجل أو يصنع، ينخفض مستواه أو يرتفع، فسيبقى ياسر القحطاني أحد أبرز المهاجمين الذين وضعوا بصمة في كرة القدم السعودية. أي نعم، غاب الموسم الماضي عن دوري زين، لكنه عاد هذا الموسم برغبة إثبات الذات وكسر حاجز المستحيل. هذا هو ياسر، وهذه عودة ياسر إلى التسجيل. ياسر الهداف القناص، للوهلة الأولى تشعر أن عودته لن تجد التوفيق، بل قد تكون لحظة وداع حان اقترابها. لكن الذي حدث خلاف كل ذلك، فقد تجاهل ياسر كل محاولات التهميش وبث اليأس، ليبدأ خطا جديدا عنوانه الرغبة ونتيجته الشباك. حضر ياسر أساسيا خلال بعض المباريات، وجلس على مقاعد الاحتياط في أحيان أخرى. لم ييأس ولم يتذمر، فعاد أكثر تألقاً، صنع وسجل حتى وصل للرقم 7 منافساً على صدارة الهدافين. فها هو اليوم على بعد خطوة واحدة عن احتلال صدارة الهدافين، وليس هذا مهماً بقدر ما تهمنا عودة ياسر القحطاني لسابق عهده، فقد افتقدته الشباك فترة من الزمن وغاب اسمه عن قائمة هدافي الدوري السعودي. لكن الوقت قد حان ليسجل القحطاني اسمه في قائمة الشرف التي احتضنت الكثير من الأسماء، وياسر يستحق أن يكون أحدها. فهل يعيد القناص صياغة مجده الكروي من جديد ويحصد لقباً غاب عن سجله الشرفي؟ الجولات القادمة ستكون فيصلاً في مسيرة نجم الهجوم الهلالي.
عبد الله ياسر قحطاني عودة يعني في كل مباراة يقدم مستوى مميز. ينتظر من ياسر في المباراة الآسيوية أنه يقدم ما قدمه في المباريات الماضية. طبعا لابد يعني نعي حقيقة أن النجوم الكبيرة يعني أفولها صعب، يعني يتم أفولها في فترة يعني قصيرة وبسيطة. فياسر القحطاني من طينة النجوم الكبار صحيح، يعني لابد أنه برضو أنه عودة ياسر من العين الإماراتي طبعا أكيد أنه يعني فقد من الأشياء وخاصة من المزايا اللي كانت متوفرة بحكم أنه لاعب محترف، وكلنا نعرف لما يكون لاعب المحترف في دولة ثانية يكون له من المزايا ومن البرستيج ومن الأشياء بحكم أنه يعتبر حتى ضيف في هذا المكان. والملاحظ لعودة ياسر أنه في المباريات الأولى لم يكن بنفس النفسية اللي عليها في المباريات الأخيرة، حتى على مستوى شكل ياسر كان تلاحظ المباراتين الأولى كان لازال يعاني من نفسية الرجوع يعني، ولكن بعد ما بدأ يسجل أهداف وبدأ يعني يعود التأقلم مع الفريق يعني انفتحت شهيته للعب وعاد بنفس الكاريزما والشكل اللي مفترض دائم ياسر القحطاني يكون عليه. المباراة الأخيرة كانت خير مثال أنه وصل، تقصد أنه في تصاعد يعني؟ نعم تصاعد. لو لاحظنا أول مباراة حتى الهيئة اللي كان بلعبها ياسر والشكل كانت لاحظ فيه يعني كأنه لمحة حزن يعني غير على آخر مباراة. وهذا أنا يعني أعرف دواعيه أن اللاعب يعني يمكن حتى رجعته كانت يعني ما كانت أكيدة من العين، كانت فيه جدالات ومفاوضات لم تقرر لا يمكن في اللحظات الأخيرة، ولكن الآن يعتبر يعني يعتبر في وضعه الطبيعي. عبد الله والله نشوف طبعا ياسر الآن يقدم مستويات جيدة، يعني لم يصل للوهج والنجومية اللي كان اللي بلغها في فترة من الفترات. يمكن الآن الجهاز الفني في الهلال يعني قاعد يعطي جرعات للاعب يشرك في أوقات مناسبة، ما يحملها أكثر من طاقته أنه يلعب مثلا مباريات كاملة من بدأ الدوري. هذه نقطة. النقطة الثانية اللاعب حتى بدأ يعني ترك ياسر يمكن شيء كان يمارسه في السابق وإن كان يجيده، اللي هو مثلا الاستخدام المهارات بشكل مبالغ فيه، الاحتفاظ بالكرة، عدم التخليص السريع للهجمة. الآن بدأ ياسر نشوفه يعني من لمسة واحدة يعني صار بدون فلسفة مثل ما يقول المدربين، يعني ما فيه محاولات يعني تعطيل أو كذا. أنا أشوف ياسر من الأشياء اللي خلته بدأ يرجع، أنا أقول بدأ يرجع ولم يعود إلى المرحلة المهمة، أنه اللاعبين الموجودين الآن اللي هم ويسلو لوبيز واللاعب الكوري يعني يشكلون ضغط على ياسر، لأنه جميع اللاعبين الثلاثة كلهم لاعبين صندوق مميزين ولاعبين صندوق. أنا بالنسبة لي اللاعب الكوري أنا أعتبره من أميز اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، ودائما في يعني في حواراتي الخاصه في المجالس لما اتكلم بالذات مع الزملاء الهلاليين اختلف معهم. هم يعني يتكلمون مثلا عن هدر الفرص، ضياع الفرص. انا اقول انه لاعب يقدر يصنع كم من الفرص اكثر من ياسر واكثر من لوبيز، لكنه يهدر مره مرتين في النهايه يسجل. طيب خلينا نشوف مواضيع الصحافه. ايش اخترت مواضيع الصحافه عبد الله؟ والله طبعا احاول ان اكون في السيف سايد على قولتهم، يا جهه التحكيم يا جهه الاخوان القانونيين. اليوم اخترت موضوع طبعا اتوقع انه يعني يهم في الندوه اللي هو طبعا الاخ الحكم الدولي فهد المرداسي تم تكليفه اليوم بقياده نهائي كاس رئيس الاتحاد الاسيوي، والحمد لله طبعا قاد المباراه كما بلغني قبل قليل امام ما يقارب 30,000 متفرج في طاجكستان. ما شاء الله. وللمعلوميه هذه السنه الثانيه اللي يقود هالكاس حكام سعوديين، وللاسف طبعا يعني لا يتم التنويع عليهم الا ببعض التلميحات في بعض الصحف. العام الماضي قاد هذا النهائي اللي هو الحكم الدولي مرعي العواجي، والان السنه هذه قادها اللي هو فهد المرداسي، وقبل اسبوعين الحكم عبد الرحمن العمري قاد البطوله العربيه في جزر القمر. يعني خلال الثلاثه الاسابيع اللي راحت اللي باكد عليه ان كان لدينا اكثر من 6 اطقم خارج تمثل التحكيم السعودي خارجيا، وهذا لم يحدث من تقريبا من 10 سنوات. كان الوحيد خليل جلال يقاتل وحيدا خلال 10 سنوات الماضيه، وفترات قليله دخل معها الاخ علي المطلق، ولكن اللي اصابتها حرمتها من الاستمرار في حكام النخبه. ولكن للامانه هذا ما يجعلنا نقول ان اللجنه الحاليه
ماشية في الطريق الصحيح في تقديم الوجوه الشابة. برضو لا أنسى في طاقم حكام مكون من تركي الخضير وعبد الله الأحمر يحكمون في كأس الخليج للناشئين. ولولا تأهل المنتخب السعودي وهذا فرصة أن نبارك للمباراة النهائية للناشئين كان من المؤكد أنهم راح يكونون أحد الأطقم اللي بتحكم في النهائي. عبد الله شو الموضوع اللي اخترته من أي صحيفة؟ الرياض؟ أي نعم أنا يعني الخبر اللي يمكن لفت النظر يعني الفترة اللي هو في اليوم اللي هو خبر وفاة الأمير هذلول بن عبد العزيز رحمه الله. طبعا لا شك أنه نادي الهلال وأنا بهذه المناسبة طبعا أعزي خادم الحرمين وولي العهد والأسرة المالكة بوفاة الأمير هذلول. هذا الرجل بصراحة يعني يمكن رئاسته لنادي الهلال في فترة يمكن ما كنا يعني في السن نتابع يعني متابعة دقيقة أن لحقت عليها كعضو شرف رئيس أعضاء شرف، لكن من التاريخ اللي احنا نقراه والفترة اللي عشناها وهو كرئيس لأعضاء الشرف أهم شيء عاش نادي الهلال اللي هو الاستقرار في وضع هيئة أعضاء الشرف. ما في خلافات شرفية، يختلفون الهلاليون يختلفون وعلى أمور، لكن في ما يخص نادي الهلال تلقى اتفاق كامل. إذا نظرت لهذا الموضوع تجد أنه فعلا الأمير هذلول بن عبد العزيز يعني حاضن لهذه الهيئة وكاسم كبير يعني يقود الهيئة ويستمع لها الهلاليين، أصبح النادي مستقر في هذا الجانب، تأتي إدارة وترحل إدارة بدون أي مشاكل. مهم جدا أنه أي هيئة أعضاء شرف يكون عندها رئيس مسيطر ويحتوي كل وجهات النظر وحتى اختلافات وجهات النظر وتتوقف عنده. طبعا يمكن على قولت مثلا المفروض كل أحد يصير عنده كبير، وهذا طبعاً ما يميز نادي الهلال عن باقي الأندية من عندهم رجل كبير يعني يدير كل الأمور. النادي الأهلي كذلك تقريبا هو الوحيد الموجود، يعني لذلك الأمير خادم عبد الله تقريبا هو الوحيد. ولكن لما تتكلم عن نادي زي الهلال على كثر أعضاء الشرف وعلى كثر التنافس حتى على رئاسة النادي وعلى كثر يعني الأعضاء اللي موجودين، ولكن فيه سيطرة في 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 شتى مجالاتهم، سواء على مستوى إدارة النادي، على مستوى أعضاء الشرف، على مستوى كل التدخلات. يعني تلاحظ أن هناك شخص يعني مسير للأمور، يحترمه الجميع، يقرون يعني هذه الأمور. لذلك تجد يعني المنتمين للهلال يا يجي الشخص يشتغل في الهلال ويساند أو يغادر الهلال بدون أي شوشرة وبدون أي تدخلات. صحيح. وهذا ميزة للهلال يمكن على كافة السنين. إذا ما عرفنا أنه رحمة الله عليه الأمير هذلول هو يعني يرأس هذه الهيئة فلا غرابة في ذلك، يعني رجل بمكانته وبكبر سنه ورحمة الله عليه وباحترام الجميع له، يعني لا تستغرب أنه النادي ماشي في هذا التوجه السليم. فاصل قصير بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. كورة يسلط الضوء على حظوظ الأندية السعودية في منعطف الحسم في البطولة الآسيوية. الأخضر الناشئ يغازل لقب الخليج عبر نهائي قطر وشركات خارجية. تقتحم الرياضة السعودية بصراع التنافس على رعاية الاتحاد وكنيدا. يجهز النمور لغوانزو بالأرضيات المبتلة. الشهراني والعابد يثيران مخاوف الهلال قبل رد الدين لأولسان. وياسر القحطاني يتوعد الكوريين باقتحام قائمة الهدافين. عبد الله القحطاني يكشف أخطاء حكام زين والمراسلون الرياضيون يتحدثون عن معاناتهم في الميدان. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعينا وتهانا في المملكة العربية السعودية. في شيء نسيته كم بداية الحلقة وما قلته، خلنا نذكر بس المستمعين بالضيوف. عبد الله القحطاني محلل تحكيمي لبرنامج كورة، وعسل عبد الله الفرج الكاتب والناقد الرياضي المعروف. اليوم كان في نازل حديث لي في الرياضية وسهوا سقط اسم عبد الله الراشد مراسلنا في جدة، يعني كنت أتكلم عن المراسلين ان احنا نعتز فيهم محمد الشهراني وعندنا منصور الجمعة معد ومراسل وكل شيء يشتغل، وكنت
وكنت تكلمت عبد الله راشد، يبدو ان اسم عبد الله سقط سهوا، فعشان بس يعني حقه الادبي احنا نعتز بعبد الله، هو واحد من العزيزين جدا والمؤثرين جدا في البرنامج، وحقه يعني انه نعطيه اياه، هو لا يقل اهميه عن اي احد في برنامج كوره، فريق نعتز فيهم بالكامل، ومتاكدين انه هذا خطا بسيط يعني سقط سهوا لا اكثر ولا اقل. ذكرنا في الموضوع انه عندنا الموضوع الان عن المراسلين ومعاناتهم في العمل الميداني، عمل مرهق مزعج، ويعتمد تعتمد الماده والحصول على ماده احيانا على مزاجيه الشخص اللي بتاخذ منها الماده. التقرير التالي اعد لنا منصور الجمعه. يعد المراسل التلفزيوني الرياضي أحد أهم الأسلحة في معركة كسب السبك الإعلامي الفضائي، فهو أحد أدوات التواصل المهمة بين جميع المنتمين للوسط الرياضي والمشجع. المراسل الرياضي طاقة متجددة، يبحث دائما عن معلومة أو حقيقة، يجتهد ويقضي الكثير من الوقت، ويتعرض في بعض الأحيان للمضايقات ويخسر الكثير من الوقت، فهو أشبه بالباحث العلمي الذي يفتش عن أدق التفاصيل، يكتب السيناريو ويجهز المحاور والأسئلة، ويجري اللقاءات التلفزيونية، وأحيانا يلعب دور المخرج في موقع الحدث. هدفه نقل الصورة بواقعها الحي بكل مصداقية وواقعية، يؤمن دائما بأنه المرآة العاكسة والعين الراصدة للحدث، لأن همه الأول الحقيقة فقط. ما هي أكثر أشياء صعوبة اللي تواجهها في عملك كمراسل ميداني؟ التضحية الاجتماعية هذه رقم واحد، أنك تسافر في أوقات كثيرة، تفوتك العديد من الزواجات، من مناسبات الناس المقربين، أضيف لذلك أنت مرتبط يمكن بعمل حكومي أيضا يسبب لك الكثير من الإحراجات في أوقات متفاوتة، أضف إلى ذلك أنها مهنة صعبة جدا وشاقة في التعامل مع من يتعاملون معك في هذه المهنة، إن كان من كوادر تقنية وفنية تواجه كثير من المصاعب فيها، أو حتى من خلال لقاءاتك باللاعبين. إحنا مجتمع عاطفي، حينما تجد الفرح الكل نستطيع أن نصطاد الجميع إن صح التعبير، حينما نجد الخسارة وهي الأولى بالتصريح نعاني كثيرا في الحصول على التصريح. ممكن أنا كنوياك تحت التصوير كنا ذكرنا أمثلة كثيرة في رجوع لاعبين المنتخب السعودي، وجدت معاناة في التصوير معهم. إحنا برضو هذا الأمر عادة تصاب بالإحباط حينما يكون هذا الأمر خارج المملكة. تخيل أنك تسافر كموفد للمملكة العربية السعودية، تستغرق وقت وجهد وتكاليف على قناتك وتكاليف على مستوى جهدك الشخصي، تفاجأ أنه لا قدر الله النتيجة دائما في علم الغيب تصير نتيجة عكسية عليك، لا تجد من يصرح لك، فتروح عليك الرحلة مجرد تعب وجهد دون ظهور بأي تغطية إعلامية. يمكن هذه هي الأبرز. أحيانا إدارة الملاعب ممكن أنها تصعب الأمور على المراسل، يعني أحيانا في أمور تكون مطلوبة من المراسل مثل إثباتات، مثل تواجد، مثل توقيت معين يبدأ فيه وينتهي فيه، لكن أحيانا الظروف تخونك، فأنت محتاج التساعد في الموضوع هذا من قبل إدارة الملعب أو حتى من قبل الأجهزة الأمنية الموجودة فيه. هذه يمكن متعبة بشكل كبير. أيضا على الجانب الآخر يمكن تعانيت منها أخوي منصور وكثير من المراسلين يعانوا منها، بعض اللاعبين يمكن ما يتقبل مسألة أنك أنت قاعد تنتظر 90 دقيقة على أساس تطلع بتصريح، والتصريح هذا يمكن يعني ما راح يفيدك أنت ويفيد يعني المراسل بشكل عام كذا ما يفيد اللاعب يعني. والله هو التنسيق ما بين الأندية وما بيننا إحنا كإعلاميين في دخول التمارين، وفي مثلا طلب الحديث من بعض اللاعبين يمتنعون كثيرا عن الحديث، ما نعرف إيش الأسباب، وتحفظ على الإعلام، ربما أساء الإعلام في بعض الأوقات لهم وربما خدمهم في بعض الأحيان، لكن في الغالبية اللاعب لا يعني لا ما بيصرح معنا بشكل مباشر إلا في حالة الفوز وفي حالة الفرحة. المتاعب اللي نلاقيها لما نروح للأندية أحيانا، لما تروح لإدارات الريكورد أحيانا نضيف لسه إنه لازم تكفى والله يخليكم عليش يعني، هذه أحيانا تطفش. لما نحدد لقاءات في فلاش انترفيو طبعا أنت تطلب لعيبة، ففي لعيبة أحيانا لاعب هو الحدث، ومثلا ممكن نادي ما يبغاه يجي معك لأنه في حالة حدث تجديد عقد ما يبغى يتكلم، فيجي يرسل لك شخص ثاني. أول شيء عيب عليك يعني خلقيا أنك ترد أحد جاك، على الرغم أنه من حقك أنك ما تطلب إلا الشخص اللي حاط اللي طلبته. طبعا تعرف إذا كان في أوردر الساعة 6 الصباح يكون مفضل بدري تجهز له، يعني تقريبا كنا يعني استيقظت في وقت الأكيد اللي ما كنت أصحى فيه في أي يوم عادي. الأوردر هذا هو اللي خلاني أضطرني أصحى بدري تقريبا 5:30، تواجدنا في المطار بحدود يعني قبل وصول الفريق
يعني من الساعة تقريبا 6 إلى الساعة 9 موعد إقلاع الرحلة، وحنا نحاول نستقصي أو نتكلم مع اللاعبين، يعني تفضلوا اللاعبين شاركونا، نحاول أنه ناخذ ردة الفعل أو ناخذ رؤى اللاعبين حول هذا. رفض المشاركة تقريبا 3 ساعات، واستيقاظ مبكر ومغادرة على حزن، في النهاية ولا شيء. مزاجية اللاعب، أنا أتعب مع مزاجية اللاعب وتغيظني في نفس الوقت. يجيك ينكت معك بدك بس تطلع له بالمايك، لا طيب عادي، ترى هو تصريح، أنا بسألك سؤال وجاوبني برضو، أنا ما أجبرك أوكي، بس برضو أنا جيتك باحترام ترد علي باحترام. في مزاجية تجبر من بعض اللاعبين يردون عليك بأسلوب جاف. في شيء ثاني اللي هي قارن جدا، تجي عند لاعب يقول لك لا ما بصرح لا، في قناة ثانية خرج من عندك راح صرح مع قناة ثانية، أنت ما تبغى القناة هذه قل لي، قل معليش أنا ما بصرح لقناتك أو برنامجك، أحترم رأيك، بس لا تقول لي ما صرح لا وتروح تصرح قناة ثانية. منصور الجمعة كورة. شكرا منصور، معاناة يعني، وواضح ان الشباب يفضفضون بسرعة يعني، في الموضوع ضاغطهم كثير فعلا، يتواجدون في المكان قبل بساعات عشان ياخذون بس كلمة كلمتين، واحيانا يعني في تعامل جاف، يعني ممكن واحد ما يبغى يصرح حقه بس انه التعامل الجاف بعد ما مو مقبول. والله شوف، المفترض فينا نقدر يعني مثل هذه الجهود، يعني يمكن الأخوان ذكروا يمكن جزء بسيط من معاناتهم. صحيح، أنا يعني كنت داخل ميدان الملعب يمكن 12 سنة، نشوف معهم تصرفات أكثر من كذا، ليس فقط المراسلين أو حتى مثلا المصورين، أحيانا يبغوا يختارون أماكن في الملعب هي تخدمهم في اللقطات، تلاقي من يجي عارض على هالموضوع ما عنده أي معلومة فنية عن هالموضوع، حتى يعني حتى من بعض الحكام الروابع كان يحاول يبعد يعني الكاميرا من أماكن يعني هي تخدم المخرج في أنه يظهر هالمباراة بالشكل هذا. فأنا مرن يعني، مثلا أنا حكم رابع من السهل أني أغير مكاني يعني متر أو مترين في أي اتجاه، بينما الكاميرا تعرف لها يعني تقنيات معينة. هذا على جانب مثلا تقني، على جانب المراسلين هذه معاناة دائمة يعني تخضع لمزاجية الأشخاص. وعاد هذه مادة المراسلين أكثر مادة ينتظرها المشاهد بعد المباراة. صحيح، تحب تأخذ ردود الفعل، مادة جميلة. صحيح، يعني كثير ناس ممكن يعني يهمهم تصريح بعد المباراة قد يكون أكثر من المباراة نفسها أحيانا. صحيح صحيح، وأنا أقول لك يعني مشكلة أنهم يتعاملون مع أشخاص يعني يخضع يعني ردود فعلهم للإيش، للعاطفة. مثلا يكون فريق فايز تلاقي يعني يقبل على التصاريح ويحاول أنه هو من يتلقف هذه التصاريح، وعلى العكس تماما إذا كان خاسر. بينما أصلا لو فهمنا الموضوع وش المطلوب منك في الأول والأخير، أنت يعني لست مجبر أن تقول شيء ما تبغى، راح تطلع وتقول الشيء اللي أنت تبغاه وفي الحدود اللي أنت تبغاه. مستحيل في مراسل يعني يفرض عليك أنك تجيب على أشياء معينة، يعني حتى بعض الأسئلة ممكن تقول والله أنا أعتذر ما أجاوب، بس انك يعني ترد نعم، اما انك ترد المراسل صح، وفي الاخير اصلا مراسل يقعد بالاربع خمس ساعات وفي الاخير ما يطلع ماده، ما هي معقوله يعني. عبد الله، والله شوف، اول شيء مراسلينكم هل وجدوا صعوبه في الحصول على تصريحات من المراسلين؟ لا لا بالعكس، كانوا جدا متعاونين، كانوا جدا متعاونين. لا لا جدا. طيب شوف سؤال ذكي جدا. طيب انا بقول لك على شيء الحين، ليش حصل المراسلين الان حصلوا على مواد وتجاوب معهم مراسلين؟ لانه هم بيقدمون معاناتهم وكله ايجابي، صح ولا لا؟ كلهم بيستفيدون منه. انا رايي الشخصي معاناه المراسل الميداني، طبعا التلفزيون احنا ما نتكلم عن المراسل الميداني الصحفي، بالضبط، انه عندك ملعب مسؤول ملعب وعندك أندية، إذا القناة هذه ما عندها مشاكل مع هذا النادي، يعني في برنامج تلقاه نكون واضحين يعني عشان نضع النقاط على الحروف، إذا البرنامج مسير مع نادي ضد آخر في توجهاته، في طريقة الطرح، في طريقة التعامل مع المسؤول في هذا النادي، يتصل عضو شرف من هذا النادي تلقى لهجة جافة عنيفة فيها عدم. لا احنا نتكلم في الظروف العادية، في الظروف العادية برنامج يعني عادي ومراسل، أنا ما أتصور، أو حتى قناة ناقلة وعندها مراسل، في الظروف العادية أنا أتصور أي واحد يبغى يطلع ويقدم نفسه، يعني هل يعقل أنه فيه لاعب
يجيه مراسل يعني اغلب اللي يصير الان اغلب اللي يصير يعني خلينا نتكلم مثلا عن فريق جاي من سفر مرهق او كذا يمكن يعني نادره، لكن اتصور يعني لما مراسل يجي يبغى يقدم ماده يطلب تصريح معين عن مباراه بعد يومين، انا اشوف معظم البرامج ومنها برنامج كوره يعني لما يكون في مباراه بعد يومين او ثلاثه او حدث معين يعني اللاعب يصرح باريحيه ومتقبل وكذا، في الظروف العاديه ما اتصور في مشاكل، لكن المباريات الانديه لها وضعيه لان فيه يعني مع وضد، المشكله في الملاعب عدم تجاوب مسؤولي الملاعب مع المراسلين مراسل البرامج، هذه هي الإشكالية الكبيرة. منصور يقول لك شكرا، هو طبعا لعد التقرير يقول لك شكرا على السؤال، وتأكد انه كانوا الشباب جدا متجاوبين وما صدقوا يفضفضون اصلا ويقول في اجزاء ثانية يبدو ان المعاناة عندهم ما تدري. احنا اللي نقوله بس انه من مسؤولي الأندية من اللاعبين انه ترى هذول الاشخاص لا يقلون لا قيمة ولا أهمية ولا نجومية عن المذيعين، عن رؤساء تحرير الصحف، عن المعلقين، عن حتى اللاعبين، لهم أهمية وتواجدهم جدا مهم ميداني. هذولي لو ما هم موجودين أنا متأكد على الأقل 30% من الإثارة الإعلامية اللي موجودة في الساحة الرياضية تختفي تماما، متعة المشاهد. من المفروض أنه يجدون تجاوب أكثر. في لعيبة الحق ينقال يعني، في لعيبة يعني وإحنا كان لنا تجارب مع أكثر من اسم يساعد المراسل، من تبغى من اللاعبين اجيب لك، بس في لاعبين جافين في التعامل تقدر تعتذر لكن بلطف يعني يدك كذا والاسلوب يعني الجلف. كثير من المراسلين تكلمنا معاهم يشتكون من هالموضوع، احنا نقول بس شويه تعامل وتعاون واحترام لانه هذول مهمتهم جدا اساسيه، احنا قاعدين في الاستوديو ومرتاحين ومشخصين وبغترنا وحالقين وطالعين قدام الناس نقدم ماده على كيفنا، لكن في ناس تعبانه تقعد 3-4 ساعات تتبهذل في الزحمه وتتطلب وتترجى وتبغى تحصل على هالماده وما يجدون بصراحه التقدير اللي يستحقونه. المراسلين مهمين في كل البرامج الرياضيه. طبعا اضافه بسيطه، تفضل بسرعه. بس الضيف اي ضيف كان لاعب اداري مدرب رئيس اتحاد رئيس نادي بحاجة للإعلام. يعني أنا أتذكر يمكن نطلع شوي عن قضية المراسل الميداني، أنا أتذكر أحد المدربين طلع في حوار صحفي في صحيفة معينة ووضح وجهة نظره، ولما جاء كان عليه انتقاد لاذع من جماهير ناديه، لما طلع وبين بعض الأشياء اللي تسببت في عدم إعداد الفريق بشكل جيد ووعوده وكلام عن الفريق وتوضيحاته وكذا أثرت إيجابا. الأمير نواف بن فيصل لما كان ضيف عندكم هنا، أنا شخصيا أعتبر أن هذاك الحوار الكلام اللي قاله الأمير نواف يعني أقنعني بنسبة تصل إلى 60-70% من كثير من الأمور اللي كنا ننتقدها. فالتواصل مع الإعلام يعني شيء إيجابي ليس سلبيا. إضافة إلى انه في اشكاليه تركت بعض اللاعبين يخشى من انه والله مثلا مهزوم يطلع في التلفزيون في برنامج فضائي، يخشى من انه بعض الجمهور يقول يعني مهزوم ويحبك للتلفزيون مهزوم وتطلع في، عرفت كيف؟ فيبغى يبتعد يعني يكون له عنده ردة فعل. برنامج كوره له وقفه مع صاحب سمو الملك الامير هذلول بن عبد العزيز رحمه الله عليه. بالأمس فقدت الرياضة السعودية أحد روادها الذين كانت لهم بصمة واضحة في تطور المنافسات الكروية. رئيس هيئة أعضاء شرف بنادي الهلال ورئيسه السابق الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود الابن 33 للملك المؤسس، رجل الإنجاز في نادي الهلال، انطلق الأزرق في عهده ليعانق البطولات فحقق بطولة الدوري موسم 1397 للهجرة، ثم ابتعد لفترة قصيرة لم تزد عن 4 مواسم ليعود ويقود الفريق لتحقيق لقب كأس الملك موسم 1402 أمام الاتحاد. عاشق الهلال فكان داعما رئيسيا لكل من تولى إدارته. سنوات عديدة واسم صاحب السمو الملكي الأمير هذلول لم يغب عن أروقة نادي الهلال رئيسا كان أو عضو شرف. اقترن بالأزرق وارتبط الهلال به فكان أبا روحيا لزعيم البطولات. قاد الهلال بحكمة وحنكة إدارية جعلت من الفريق أحد أهم أركان الكرة السعودية. وقف بكل قوة أمام جميع الأزمات التي واجهت الهلال خلال العقود الماضية
سواء كانت مالية أو إدارية، حتى أضحى الهلال مضربا للترابط وحب الكيان بين جميع أعضائه. فلا خلاف ولا اختلاف، فالهلال خط أحمر لا يمكن المساس به. لذا واصل الهلال تفوقه ليصل لصدارة الأندية الحائزة على البطولات، فرحم الله الأمير هذلول وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا للزميل عليان العنزي اللي كان خلف هذا التقرير، حظوظ الأندية في المشاركات الخارجية. نتابع ثم نعود. الهلال والاتحاد والأهلي، ثلاث فرق سعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، واتفاق في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي. دعوات وآمال ومهر غالي من أجل خطف اللقب القاري. ما زالت الكرة في ملعب فرقنا، فالهلال الذي خسر موقعة الذهاب مع أولسان الكوري بهدف مقابل لا شيء قادر على كسب التأهل، وخاصة بعد ما قدمه محليا أمام الشباب والرائد والذي سيلعب في محيطه وبين أمواجه. أما اتحاد جدة والذي صعق غوانزو الصيني بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، سيخوض معركة الصين بأكثر من فرصة تطير به نصف النهائي، في الوقت الذي أكد فيه الأسباني كانيدا بأنهم لن يلتفتوا لمباراة الذهاب وأنهم أتوا للفوز ولا غير الفوز. أما الأهلي المتحفز بعودة البرازيلي سيموس، يستضيف سبهان أصفهان الإيراني في درة العروس بعدما أنهى مباراة الذهاب في إيران بتعادل سلبي، والذي بإذن المولى سيكون فوزا إيجابيا لراقي الوطن. ومن غرب المملكة لشرقها، نحمل كل الأمنيات بالتوفيق للاتفاق المتأهل لنصف النهائي لتجاوز الكويت الكويتي والوصول للنهائي والعودة باللقب. ندعو العلي القدير بأن يوفق الله الزعيم وينتصر النمر على التنين، وأن يحبط الراقي أبناء أصفهان ويكسب الكوماندوس أبناء الكويت. تركيش ديد كورة. عبد الله، كيف شايف حظوظ الأندية السعودية مشاركات الخارجية؟ والله طبعا أول شيء أن ندعي لهم بشكل عام أن الله يوفقهم وفعلا يدخلون على الفرحة على الشارع الرياضي اللي يمكن فقد هالفرحة من فترة طويلة، واقتصرت يعني فرحاتنا على مستوى الفئات السنية وفقط فقط على مستوى الخليج. إذا ما رأينا الحظوظ، أنا أتوقع أنه حظوظ الهلال أقوى عطفا على المستويات اللي حققها في الفترة الأخيرة، وأطفن أصلا على المستوى اللي كان عليه الفريق الكوري. يعني لم يكن بالفريق اللي يعني يحسب له حساب يعني بهالدرجة في مباراة الذهاب، رغم أنه تقدم بهدف، ولكن لو رأيت فنيا ما كان يعني ما كان ذا الفريق اللي يخوف اللي ممكن أنه حتى يقارع الهلال. لكن بعد رجعة الهلال وبعد المستويات اللي قدمها حاليا تستبشر خير أنه في أن المباراة تؤول لصالح الهلال بنسبة كبيرة، ونتمنى ذلك. على الجانب الآخر، رغم فوز الاتحاد ب4-2 أجدها يمكن أخطر النتائج التي سجلت في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الذهاب، لأنه ممكن أن الفريق الكوري بما أنه قدر أن يسجل هدفين في جدة وهو المبادر في التسجيل في جدة، فممكن أنه يكرر العملية لا سمح الله في ملعبه اللي هو الفريق الصيني. فهذا المشكلة أنه يعني أرى خطورة ال4-2 أكثر من خسارة الهلال ب1-0. يمكن وضع الأهلي بيده الآن، أنا أعتبر الأهلي الآن يعني داخل فقط لمباراة واحدة وليست مباراتين، يفوز في هذه المباراة ويتأهل. وبرضو الفريق الإيراني ليس بالفريق اللي يعني اللي يقاس حتى في مستوى الأهلي. إذا ما نظرنا الأهلي على مستوى فني، على مستوى نجوم، على مستوى تكتيك،
أما الفريق الإيراني شفناه في مباراة يعني الذهاب ليس بالفريق اللي يعني تراه فنيا في مستوى الأهلي. فأنا طبعا متخوف كثير على الاتحاد وأسأل الله له التوفيق، متطمن إلى حد كثير من وضع الهلال والأهلي. أنا أقول يعني الحسم بيدكم ليس بيد غيركم بشكل مباشر، اللي هو الفوز ولا غير الفوز. عبد الله، والله طبعا شوف المباريات الثلاث، طبعا الاتفاق في بطولة أخرى، لكن المباريات الثلاث الفرق الستة هذه قريبة يعني من 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 بعض، يعني ما تقدر ترشح فريق على آخر بشكل جازم باستثناء الاتفاق. يعني الاتفاق والكويت، الاتفاق لعب مع الكويت الكويتي في الدوري المجموعات وكسب مباراة ب5-0 وفي المباراة الأخرى تعادل 2-2، يعني واضح الفرق. لكن بالنسبة للسبهان والأهلي، الأهلي كان قدم مباراة يعني جيدة جدا هناك في إيران. الفريق الإيراني عنده مشكلة في البداية أنه يعني كان بعيد عن أجواء المباريات وتغير وضعه الحين، يعني لعب أكثر من مباراة، الآن هو في المركز الثاني وأصبح عنده يعني انسجام أكثر ويمكن يظهر بشكل أفضل أمام الأهلي. وإن كانت النتيجة طبعا في صالح الأهلي، أنا أرشح الأهلي لأنه يلعب خاصة على أرضه بين جمهوره، ونتيجة تعتبر جدا إيجابية قياسا بمباريات الذهاب والإياب. الاتحاد يمكن أنا أختلف مع عبد الله، إنه الاتحاد طالما سجل بهذا الكم إنه ممكن يسجل هناك يعني هدف واحد ويصعب الأمور. أنا أقول إنه الاتحاد والأهلي يعني قريبين من التأهل. بالنسبة للهلال، الهلال لعب في كوريا شوطين، لو نظرت للشوط الأول بتقول الهلال بيخسر ولن يترشح، شوط كان ضعيف جدا، أخطاء دفاعية كبيرة. لكن في الشوط الثاني الفريق الكوري اكتفى بهدف، والهلال مع تغييرات المدرب مع الرغبة في يعني إحراز تعادل أو كذا، سيطر الهلال لم يتمكن من التسجيل ولكن ظهر بشكل مختلف، وخرجنا بقناعة أنا أنه الفريق الكوري أولسان ليس بالفريق اللي يعني المخيف أو اللي يقدر يعني يتجاوز المرحلة هذه. أنا أعتقد أنها أقل من الهلال إمكانات. فاصل قصير بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج مع عبد الله قحطاني، حيكون في معانا فقرات التحكيم. عبد الله القحطاني يشخص أخطاء حكام الجولة الثامنة في زين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية عبد الله القحطاني وعبد الله الفرج مضيفة حلقة الليلة. جاهز كابتن؟ جاهزين. جاهزين يا شباب؟ شوف لنا المباراة الأولى. أعطونا اللقطة الأولى لو سمحتم مع الكابتن عبد الله، يشرح لنا إياها، أي مباراة ومع مين وش الموضوع؟ هذه نقطة يا كابتن. طبعا هذه المباراة من مباراة نجران والتعاون. أها. طبعا الحالة عبارة عن مهاجمة باستخدام قوة مفرطة، ولكن حكم المباراة لم يقدر الحالة بالشكل الصحيح واكتفى بالإنذار. من الحكم؟ الحكم مرعي العواجي رغم قربه، ولكن أحيانا القرب الزيادة يخفي على الحكم نهاية الفعل والصار. فهذا ما حدث في الحالة، كان يتوجب على حكم المباراة أن طرد اللاعب للمهاجم باستخدام قوة مفرطة. ولكن اللي ممكن نوجه نصيحة في هالحالة، هذه الحالة الثانية لنادي التعاون في أسبوعين متتالية، يبدو أن اللاعبين يقعون تحت ضغط كبير، بدأوا يرجعون للألعاب العنيفة. لو تلاحظوا الأسبوع اللي قبل كذا أخذنا حالة لاعب التعاون مع لاعب الشعلة، وكانت حالة يعني شبه مأساوية، كادت تتكرر هذه الحالة لولا لطف الله مع نفس الفريق. أنا أتوقع أن اللاعبين يخضعون لضغط كبير من نتائج الفريق، أتمنى أن يتم طيب. إعادة تأهيلهم نفسيا في هذه الحالات. وفي ملاحظة بالنسبة للحكم السعودي ما يحمل لاعبين، يعني مثل لقطة مثل هذه، والله في المباراة الأولى طوالي طردوا وكان تدخل وأشدنا من الحكم، لكن شفنا لقطات كثير ولاعبين تركوا الملاعب أسبوعين وشهر صحيح. وأكثر ما أنا أقول لك، الحكم لو موفق في التقدير الصحيح في هذه الحالة طيب. كان للأمانة يجب أن يطرد اللاعب مباشرة ولا ينذر. اللقطة اللي بعدها كابتن، مباراة الشباب والشعلة. والشعلة
طبعا اللقطة عبارة عن حالة تسلل أعلن عنها المساعد الثاني وهي تقدير غير صحيح من المساعد، والعبرة باحتساب التسلل هي لحظة أو لمس الكرة من اللاعب الأول وموقع اللاعب الثاني. لو نلاحظ يرجع المخرج لحظة التمرير، لو سمحت في الإعادة بالبطيء. لا في الإعادة، خلي اللقطة السريعة، أعطونا الإعادة ووقف لي الصورة لحظة التمرير. طبعا المساعد أعلن عن تسلل وهو قرار غير صحيح، هي غير تسلل، غير تسلل. وقف لي اللقطة لحظة لمس اللاعب الأول للكرة للزميلة في الإعادة البطيئة أو لعبها. يجهزونها الشباب الحين، نلاحظ طبعا. والدليل عندنا الأكثر، لا نرجع لحظة اللمس، لا نرجع لحظة لعب الكرة من لاعب الشباب، نلاحظ أنه مهاجم الشباب يوقف في موقف صحيح، وأكبر دليل خط منطقة الجزاء كان مساعد ودليل جيد للحكم، كان بإمكانه الاستعانة فيه، مع أن المساعد واقف في مكان صحيح، أصلا الخط يخدمه، الخط المدافع واقف رجله على الخط. اللقطة اللي بعدها شباب لو سمحتم. خلاص هذه الحالة صريحة، هذه الحالة أنا أستطيع أن أسميها وجبة من الإنذارات، أو هذه لا، هذه الحالة اللي بعد كذا طبعا زي ما طبعا لاحظنا على الحكم عدم دقة قراره اللي هو الحكم المساعد الثاني، نلاحظ هنا جرأته ودقته وتقديره الصحيح في مساعدة حكم الساحة في طرد اللاعب لمهاجمته لاعب فريق الشعلة، طبعا طرد لاعب الشباب لمهاجمته لاعب فريق الشعلة باستخدام قوة مفرطة، وكان القرار من المساعد الثاني وهو قرار جيد ومساعدة طيبة. طيب هذه اللقطة اللي فيها بطاقة الحمراء. اللي بعدها يا شباب هذه طبعا أنا سميتها وجبة من الإنذارات. لو نلاحظ من الدقيقة 92 إلى صافرة النهاية كم الحكم أنذر، هذا الإنذار الأول، نفس المباراة، نفس المباراة وفي وقت وجيز من الدقيقة 92 إلى صافرة النهاية فقط. كم بطاقة؟ أربع بطاقات وطرد، أربع أصفر وبطاقة حمراء؟ لا، طرد للمدرب طبعا، هذا الإنذار الثاني. وكلها مستحقة؟ كلها مستحقة، ولكن السؤال اللي يوجه كيف يستدرك الحكم أو يستطيع يعني تخفيض مثل هذه العقوبات؟ لو نلاحظ في اللقطة الأولى أن الحكم اهتم باللاعب اللي ارتكب الخطأ الأول وترك اللاعبين خلفه وحدث بينهم تشابك، كان يجب عليه أن يفصل في هالأمور ومن ثم يعاقب اللاعب الثاني. بعدين انتقل الحدث إلى طرد مدرب الشباب، وبرضه مدرب الشباب ليست الحالة الأولى منه في الاعتراض على قرارات الحكم، ومن ثم طبعا بعدها أقل من دقيقتين أنذر الإنذار الرابع. اللي أبغى أخذه كدرس مستفاد من هذه الحالة للاعبين، كيف يمكنكم التخلص من هذه المخالفات، ولحكم المباراة كيف يمكنك التقليص من الكم الهائل من الكروت والطرد في ظرف لا يتعدى ثلاث دقائق. هنا ترجع لإدارة الحكم للمباراة. طيب اللقطة اللي بعدها يا شباب، طبعا هذه حالة عبارة عن تسلل احتسب من المساعد الثاني في مباراة هجر والفيصلي. طبعا هنا لا أحمل المساعد الثاني المسؤولية كاملة بحكم بعد الكرة وضيق الزاوية وعدم معرفته من آخر من لمس الكرة، وأنا أحمل الجزء الأكبر لحكم الساحة لأنه كان متواجد، لأن من قام بإرجاع الكرة هو المدافع وليس المهاجم، وهنا اللاعب لا يعاقب على مخالفة التسلل لأن الكرة وصلته من الفريق المنافس وليس من الزميل. طيب. وهنا أحمل الحكم لأنه كان متواجد في الحدث، حكم الساحة. نعم، ولازم نعرف أنه كل قرارات الحكام المساعدين والحكم الرابع بالنسبة لحكم الساحة هي قرارات استشارية وبإمكانه قبولها أو رفضها. طيب اللي بعده يا شباب، هذه طبعا ركلة جزاء صحيحة عبارة عن مسك المنافس احتسبها حكم المباراة على العكس تماما، كان لابد لحكم المساعد أن يشارك حكم المباراة في احتساب ركلة الجزاء، لأن لو نلاحظ أن المسك من الداخل وموقع المساعد جدا يساعده على الحكم على الحالة لأنه يشاهد الحالة من الخلف، ولكن وفق الحكم كثيرا في احتسابها رغم أن المسك حدث من الداخل، كان يتوجب على المساعد الثاني أن يأخذ القرار مع حكم المباراة. وهي ركلة جزاء صحيحة طبعا، احتسبت طبعا. نعم. طيب اللي بعده يا شباب، عن مباراة الهلال والرائد. الحالة الأولى عبارة عن مهاجمة بتهور من قبل لاعب الهلال للاعب الشعلة، الحكم اكتفى باحتساب الخطأ وكان يتوجب عليه انذار
اللاعب الهلال للمهاجمة بتهور. طيب هذه الحالة الأولى في الهلال والرائد. الهلال والرائد الحكم احتسب الخطأ ولكن طيب. لم ينذر. اللي بعده يا شباب الحالة الثانية نفس الحكاية، لاعب الهلال ارتكب خطأ ضد لاعب الرائد، الحكم احتسب الخطأ ولم ينذر، وهي الحالة برضو عبارة عن مهاجمة بتهور. نلاحظ أن اللاعب الهلال اتجه بتهور إلى جسم المنافس، وهذه الحالة كانت تستوجب الإنذار. الحكم اكتفى بالخطأ، بطاقة صفراء. نعم كان لابد من الإنذار للمهاجمة بتهور. طيب نشوف اللي بعده يا شباب. هذه حالة، طبعا هذه إحدى الحالات التي يتوجب على الحكام القضاء عليها، وهي حالات التحايل. اللاعب حاول أن يحصل على حق غير مشروع له بالتظاهر بارتكاب خطأ، رغم أن اللاعب لم يرتكب أي مخالفة، كان يتوجب على حكم المباراة إيقاف اللعب وإنذار لاعب الهلال بالتحايل. لم يحدث أي شيء. اللاعب عندما فقد الكرة هو من أسقط نفسه، لعل الإعادة الذي في الخلف تبين الحالة تماما، ويعني من المستحيل أنه المسك يسقط لاعب بهالشكل. نلاحظ اللاعب ما الذي فعله. نرجع لحالة التحايل الله يخليك لو سمحتم يا شباب، حالة التحايل الإعادة للفريدي. نعم نلاحظ اللقطة الخلفية، اللاعب طبعا هنا ما تبان، فقد الكرة. نلاحظ هنا اللاعب هو من أسقط نفسه، وهذه قد تكلف الحكم قرار عكسي، قد يحسبها الحكم خطأ للاعب وهو خطأ غير صحيح، كان يجب على الحكم القضاء على مثل هذه الحالات. اللي بعد الحالة شباب. اللي بعد كذا بس كويس انه ما حسبها، ولكن المفترض انه يقضي عليها يعني على الاقل، لابد يعني انه من القضاء على مثل القانون الدولي يشدد على حالات التحايل، لانهم يعتبرونها اخذ حق غير شرعي. هذا تفسير المشرع لها، انك تاخذ حق غير شرعي مهلك، وهذه طبعا قد تثمر عن حالات اخرى. نشوف الحالة اللي بعدها ونلاحظ تميز الحكم في اختيار الموقع الصحيح، وهي احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، وهي ركلة جزاء صحيحة، ولكن العبرة بموقف الحكم واتخاذه لزاوية رؤية. أعطونا اللقطة السريعة لو سمحتوا. طبعا عرقلة لمهاجم الهلال وهو قرار صحيح، ولكن شوف اللقطة السريعة وين اتجه الحكم، وين قراءته للعبة. نشوف وين اتجه الحكم، وين قراءته للعبة، واتخذ القرار بشكل صحيح. قد لو يكون خلف اللاعبين قد تفوت عليه اللعبة ذي بكثير. طيب هذه ركلة جزاء صحيحة. نشوف اللي بعده يا شباب. طبعا مباراة النصر والوحدة، الحالة الأولى عبارة عن مهاجمة بتهور من قبل لاعب الوحدة للاعب النصر، وكان الإنذار في هذه الحالة هو القرار الصحيح. قد يتساءل البعض أنه في حالات قلنا فيها طرد، لأن هذه كمية الاندفاع كانت أعلى، لكن هنا اللاعب يعني أحتك في اللاعب من قرب. لو تلاحظون الإعادة أن اللاعب يعني أنزلق، ولكن كمية الاحتكاك كانت أقل بكثير من استخدام العنف. نلاحظ أنه بدأ في الاحتكاك من مسافة قريبة وليس من اندفاع بدني كما حدث مع لاعب التعاون. طيب اللي بعده شوف. طبعا هنا على العكس تماما، الحكم أنذر لاعب النصر، لاعب النصر لم يرتكب أي مخالفة ولم يلمس لاعب، ولكن لاعب الرائد الوحدة تظاهر بالإصابة. لاعب النصر لم يلمس اللاعب، ولكن الحكم حكم على الاندفاع البدني الخلفي لأنه يقف خلف اللاعبين. الاندفاع البدني هذا ما يحسب تهور؟ لا. ما يحسب إهمال؟ لا لا بد أن يحسب، لأنه اللاعب اندفع في مكان آمن ليس تجاه اللاعب. طيب. عندما حس اللاعب المدافع أنه فقد الكرة اتجه للمكان الآمن، لم يلمس اللاعب. طيب وهنا فاتت على الحكم لأنه كان خلف اللاعبين، لو كان ماخذ زاوية أفضل قرار غير صحيح، قرار غير صحيح، كان يجب عليه استمرار اللعب أو حتى إنذار لاعب الوحدة للتحايل برضه، لأنه حاول يحصل على حق غير صحيح. نشوف يا شباب هذه حالة أخرى مشابهة لما حدث من لاعب الهلال. لاعب النصر للأسف حاول يحصل على حق غير مشروع، وللأسف أنه هو من أصاب نفسه. اللاعب احتك تنافسية مع اللاعب، ولكن لاعب النصر نشاهد الإعادة الخلفية، لاعب النصر هو من ألقى بنفسه في المحاولة للحصول على حق غير مشروع، والشيء المؤسف أنه تعرض للإصابة بحثا عن هذا الشيء. نلاحظ الاحتكاك البدني كان يعني احتكاك عادي شرعي وتنافسي، نلاحظ سقوط اللاعب، عمر هالاحتكاك ما يسقط اللاعب بهالشكل، والإعادة الخلفية راح تبين لنا أكثر. نلاحظ الإعادة الخلفية،
اللاعب يتنافس بشكل صحيح. نلاحظ ماذا فعل اللاعب، حاول السقوط للحصول على خطأ وهو حالة تحايل، كان يتوجب على الحكم إيقاف اللعب وإنذار لاعب النصر للتحايل واحتساب ركلة. ما في شد نهائي، ما في، فقط وضع اللاعب يده على اللاعب وأسقط نفسه بطريقة أصاب نفسه. نلاحظ الإعادة الخلفية راح تكون واضحة، أعطونا الإعادة الخلفية ببطء أكثر، ببطء أكثر. نلاحظ يد المدافع اللي عادية، يعني عادي أنا أتنافس أنا وياك جنبا إلى جنب، وضع اليد لا يسقط اللاعب بهذا الشكل، أترك اللقطة تمشي. نلاحظ فقط لاعب الوحدة وضع يده على لاعب النصر بطريقة تنافسية، ولاعب النصر هو من أسقط نفسه وهو من أوقع نفسه في هذه الإصابة. شوف اللي بعدها يا شباب لو سمحتوا. خلاص تقريبا خلاص خلصنا، خلاص احنا على طول. طيب شكرا، نروح الفاصل. قبل نروح الفاصل في خبر جانا قبل شوي وما نبغى نتكلم عنه لين نتأكد منه، جانا نفي في كلام انه نايف هزاز يتعرض لاعتداء او ما اعتداء. الشباب تواصلوا مع المركز الإعلامي بلاد الاتحاد قالوا ما في اي شيء، احنا ولاعب نايم وما في الا العافية، يعني الحمد لله رب العالمين. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. عدنان جستنية يؤكد ما هكذا تورد الإبل يا أحمد عيد. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. عبد الله القحطاني وعبد الله الفرج هم ضيفا حلقة الليلة، فقرتنا اليومية بين قوسين مع الأستاذ عدنان جستنية. في فقرة بين قوسين لهذا اليوم اخترنا لكم مقالة الكاتب عدنان جستنية في صحيفة الرياضية بعنوان لا تضحك، حيث بدأ الكاتب مقالته وقال: لا أظن أن الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل كان جادا حينما قال للزميل تركي العجم أنه يفكر جديا بإصدار قرار يفرض على اتحاد الكرة والأندية تسجيل المكالمات الهاتفية لأي حديث يتم بين الطرفين في مواضيع تحتاج إلى بينة بتوثيق تجنبا لحدوث أي نكران وجحود إلى ما دار بينهما، وتم الاتفاق عليه أو رفضه رغبة منه في وضع حد نهائي إلى ما قد يؤدي إلى نفس البلبلة التي نتجت بسبب اتصالات هاتفية جرت بين رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد وعضو شرف اتحادي وفهد المصبيح رئيس لجنة المسابقات حول مباراة الاتحاد والأهلي، وما صاحب قرار التأجيل من ضجة إعلامية كل طرف يحاول إثبات صحة كلامه وموقفه. ولعل الذي جعلني أميل إلى أن ما صرح به رجل الرياضة الأول لا يخرج عن إطار مداعبة أطلقها من باب السخرية لفكر يدل على مستوى الخلل الإداري الموجود في منظومة عمل اتحاد كرة القدم واللجان، هكذا فهمت، خاصة إذا علمنا أن الأمير نواف قبل أن يطلق هذه الفكرة أو المقترح طلب من مقدم برنامج كورة أن لا يضحك، وكأنه يريد إيصال رسالة للأطراف المعنية فحواها بالمختصر المفيد ما هكذا تورد الإبل يا أحمد عيد، ليضع حدا لذلك الجدل الإعلامي الذي طال، وبالتالي يغلق بطريقة غير مباشرة رئيس اتحاد كرة القدم المؤقت وأعضاء مجلس إدارته على أسلوب ما كان من المفروض القيام به. وختم الكاتب قائلا: ففي هذه الحالة من حقي أن أطالب الرئيس العام بتعيين مراقب لمثل هذه الاجتماعات، وليس هذا فحسب، إنما أيضا تسجيلها لتبقى مستندا كالكتاب الأسود المستخدم في الطائرات. طبعا أنا هنا أطلب من القارئ الكريم هو الآخر أن لا يضحك على هذا المقترح الذي إن عمل به فإن أحمد عيد ومصلح مسلم وغيرهما لن يضطروا في البرامج الرياضية إلى الإدلاء بالقسم كما حدث من المذكورين، حيث سوف يكتفى بالتسجيل، والله من وراء القصد، وسامحونا. صحافة الصباح. في صحيفة عكاظ الاتحاد يطرح بطاقتي دي سوزا والشربيني للاكتتاب. في النادي خوغير الفرسان فضحونا. وفي الجزيرة عضو إدارة الاتحاد أبو شوشة قدمنا 6 سيارات للصينيين وفاجأونا بسيارتين فقط. في الوطن الصفراء تطارد ثلاثي الشباب. وفيكتور يدخل قائمة سبهان.
نشوف ضيوف حلقة الغد. نايف العنزي المحلل الفني لبرنامج كورة، ومنصور الجبرتي رئيس القسم الرياضي بصحيفة الحياة. عبد الله شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يسلمك، وأنا سعيد بحضور الأخ عبد الله. عبد الله شكرا جزيلا لك. شكرا لك والأخ عبد الله والسادة المشاهدين. وعدنا غدا 11:30 في أمان الله.